يمكن تفكروا أنه أنا مزعوج من السيارة، مش صحيح بالمرة. هاي سيارة ممتازة، ممتازة على أكثر من صعيد. هاي هي البولستار 2. شو يعني بولستار أصلا؟ هاي شركة متفرعة أصلا من فولفو، كانت زمان تسوي سيارات فولفو رياضية، تسويها عالية الأداء. فعليا هاي هي التجربة الثانية لبولستار. سيارة البولستار الأولى كانت بولستار 1، في عنا البولستار 2 واللي هي مبنية على القاعدة التقنية للفولفو XC40، وقريبا راح يكون عندنا البولستار 3. هاي السيارة صعب انك انت تحكي عنها انها بتنتمي الى قطاع معين من السيارات، شكلها زي السيدان، بتفتح زي الهاتشباك، وهي مرتفعة على الارض زي الكروس اوفر. بحب اسمي هذا القطاع من السيارات كروس اوفر سيدان او السيدان كروس اوفر. في عنا سيارات مختلفة من فولفو كانت عملت زي هاي السيارة، كان في نسخة من الاس 40 عملوها شوي مرتفعة عن الارض، كانت سيدان كروس اوفر. على كل حال هاي السيارة اللي معانا اليوم بعتقد انها منافسة قوية جدا لتسلا موديل 3، وباعتقادي قد تكون افضل منها. خلينا نشوف ليش من جوا. طيب نحكي عن مقصورة البولستار 2 من الداخل. زي ما انتم شايفين المقصورة رياضية الطابع، في عندك شاشة طولية ممتازة جدا بيشغلها نظام اندرويد اوتو. هذا النظام بيسمح لك انك انت تفوت على حسابك على سبوتيفاي وتفوت على خرائط جوجل، وجوجل طبعا تعطيك الخرائط بشكل محدث آني بتشوف فيها المباني. هذا اشي كتير ممتاز. اشي اللي منلاحظه انه هنا فولفو او بولستار ما حطوا أزرار لنظام التكييف، ونحن منسامحهم لأنه الشاشة واضحة جدا وقريبة وسهل لمسها. هلأ غير عن الشاشة، إذا أنتم بتلاحظوا معاي في عنا هون تكستشر. هذا التكستشر زي ما أنتم لاحظين الغريب شوي، هو مستخدم في قوارير البلاستيكية المعاد تكريرها، مستخدمة على لوحة القيادة وكذلك على المقاعد. موضوع جيد انه نعمل اعادة تكرير ونخفض نفايات في العالم، ولكن زي ما هون انتم لاحظين في علامة على الاوساخ يلي منا نحكي انه هون العلامات هاي سهل تنظيفها، ولكن سهل جدا انه ترجع على تطلع في مناطق اخرى وين ما بتحط ايدك. حتى لو ايديك نظيفة السيارة سهل انها هي تعلم عليها الاوساخ. المادة هاي مادة جديدة وبالتالي بنقدر نحكي عنها غير مجربة. نصيحتنا لو بدك تشتري بولستار 2 ممكن تختارها بجلد الصناعي. عدا عن ذلك عنا المنظر مفتوح لطيف، يعني نظام هارمن كاردون ممتاز، وفعليا بولستار ما حبت تسوقه بشكل كبير، خبأت اسمه بشكل بعيد. هنا النظام الصوتي هذا ممتاز. غير هيك في عنا شاشة واضحة جدا أمام السائق، ودائما بتفرجيك نظام الخرائط، ما بتعدلها كثير ولكن التعديل اللي فيها كافي ومنطقي. المراية اللي عنا في الوسط هي فريمليس ميرا، ما بتفرجيك إشي كثير من وراء لأنه فتحة الزجاج الخلفي ضيقة إجمالا، ولكن في عندك هنا متسع لوضع الأشياء أو الأكواب، في عندك متسع آخر لوضع الأكواب في هاي المنطقة، وفي عندك قاعدة لشحن الهواتف اللاسلكية، في عندك مخارج USB، وفي عندك هاي الفتحة لتوضيب ما بعرف نظارات على الأغلب، لأنه في هاي المنطقة ما في مكان تحط فيه النظارات.
طيب نحكي عن القاعدة التقنية في البولستار 2، هاي القاعدة التقنية استخدمتها الشركة مستعارة فعليا من فولفو، شو العلاقة بين فولفو وبولستار؟ بولستار هي كانت بتطور سيارات فولفو وتعملها سيارات رياضية. على كل حال القاعدة التقنية في بولستار 2 هي القاعدة التقنية ذاتها في الفولفو XC40 وC40. القاعدة التقنية هاي كانت مطورة أصلا للتعامل مع محركات الاحتراق الداخلي، وبالتالي بتلاقي نفق وسطي في السيارة ما بتستفيد فعليا من مزايا السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات. غالبا في هذا النوع من السيارات، السيارات الكهربائية، بنلاقي أرضية مسطحة تماما، ولكن في البولستار 2 والفولفو XC40 الأرضية فيها نفق. على كل حال المحركات الكهربائية نحكي عنها في هاي النسخة اللي معانا اليوم، في محركين كهربائيين. هاي النسخة عالية الأداء، بسموها ديول موتر ولونج رينج، فعليا البطارية كبيرة. المحركين الكهربائيين بينتجوا مع بعض قدرة 300 كيلو واط، يعني 400 وحصانين، والعزم هو الأهم هون. العزم 660 نيوتن متر، ولكن ليش العزم هو الأهم؟ لأنه في فرق بين العزم الخاص بالسيارات الكهربائية والعزم يلي بتطلعه محركات الاحتراق الداخلي. السيارات الكهربائية بتنتج العزم بشكل فوري تقريبا من سرعة صفر. سيارات الاحتراق الداخلي بيقيسوا عزمها عند المحرك، وبعدين بعد هيك بيضيع جزء من الطاقة وجزء من العزم في من خلال علبة الدروس بالمسننات، يهدر جزء من الطاقة، وبالمفاضل كمان يهدر جزء من الطاقة. بالنسبة للبولستار 2 هي فيها مسنن، ولكن هو مسنن واحد، هو ريدكشن جير، يهدر جزء من طاقة ولكن مش بالشكل يلي انتو بتتخيلوه مقارنة بالسيارات العاملة بمحركات احتراق الداخلي. مشان تشوفوا عن ايش بحكي انا، العزم والتسارع لحظي. انا ماشي على سرعة 76 كيلومتر بالساعة، وسرعة عندي هون على هذا الطريق 100 كيلومتر بالساعة. فاذا بس بدي اتسارع بشكل يعني لحظي، بيتم فعليا مجرد ما اضغط على دواسة التسارع تنطلق السيارة بشكل هائل. شوفوا هيك صرنا 100، التسارع اقل من ثانية يحتاج، وهذا التسارع نفسه بنشوفه لما بتكون السيارة متوقفة وتسارع من الثبات بيكون كبير. شوفوا معي، نجرب التسارع من الثبات. بالخلف المقصورة عنا نوعا ما بالنسبة لحجمي، وأنا شخص غير طويل، المقصورة واسعة إجمالا، هذا هو مكان يلي أنا بقعد فيه. بالنسبة لشخص طويل راح يحس إنه في المكان هذا ضيق، خاصة إنه المقعد راح يكون راجع شوي، فحط 5 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر لورا، بالإضافة لشخص طويل راح يحف ركبه بالمقعد الأمامي. كمان متسع للرأس ضيق إجمالا، ولكن في عنا مفاتيح جميلة جدا لمخارج التهوية، وفي عنا برضو كراسي مدفية في هاي النسخة اللي هي أعلى نسخة تجهيزات من بولستر، وفي عنا مخرجين USB-C. هلأ إذا أنتم بتلاحظوا هنا في عنا النفق الوسطي، هاي المشكلة اللي كنا رح نحكي عنها. هذا النفق الوسطي متأتي لأنه القاعدة التقنية أصلا مش مصممة للسيارات الكهربائية. على كل حال هنا في عنا مسند للإيدين مع حمالات للأكواب، وهذا كل ما في المقصورة من الخلف. الأبواب هلا بس نفتحهم بتشوفوا إنه الحيز اللي بيفتحوا حيز صغير جدا، ولكن للجالسين في الخلف راح يحسوا برحابة المقصورة من خلال السقف الزجاجي يلي هو بيعطيك الفضاء أمامك. الحيز في الخلف واسع لأكثر من 400 لتر، فعليا ممكن طي المقاعد الخلفية للحصول على أرضية مسطحة بالكامل، فجيد هذا الإشي. في عنا في هاي المنطقة مخرج للطاقة، وفي عنا زر صغير بيتيح لنا أنه نحن نستخدم، لو ضغطناه بشكل كامل بيتيح لنا أنه نحن نستخدم هوك ممكن نركب عليه المقطورة. بنرجعه بضغطة زر كمان وبيركب بهاي الطريقة، ولا أسهل من هيك. وكذلك بنحب نوضح أنه نحن بنسكر باب الصندوق بكبسة زر، وممكن
نفتحه بتحريك القدم تحت المصد. هاي ثلاث محاولات، المحاولة الرابعة يعني الثالثة ما كانت ناجحة. نحكي عن نظام الوان بيدل درايفينج أو القيادة بدواسة واحدة، هو نظام معروف من سنوات، ومن السيارات المهمة اللي استخدمته هي سيارة النيسان ليف، وبعدها طبعا لقينا كثير من السيارات الكهربائية بلشت تستخدمه مثل البي ام دبليو اي 3، ومعظم السيارات الكهربائية حاليا بتستخدمه، وحتى بعض السيارات الهجينة بقابس. النظام هذا بيسمح لك انك انت تستخدم دواسة واحدة اللي هي دواسة الطاقة للتسارع، ومجرد ما ترفع رجلك عنها بيصير في كبح تلقائي من المركبة. الكبح هذا بيتم بأنه بيتحول المحرك الكهربائي لمولد طاقة فعليا، وبالتالي بيسترجع الطاقة الحركية اللي عادة بتكون ضايعة وبتتحول لطاقة كهربائية زي ما انتم شايفين. هلأ أنا بوصل للتوقف الكامل لو بدي، هلأ قدامي إشارة وراح تشوفوا كيف راح أوصل للتوقف الكامل بإني أرفع رجلي فقط عن دواسة الطاقة. على كل حال هذا النظام بيحول الطاقة الحركية لطاقة كهربائية. هلأ أنا السيارة اللي قدامي راح تتواطأ طبعا، وفي عندي إشارة، فأنا بدعس على دواسة الوقود بشكل خفيف، وهلأ برفع رجلي تدريجيا وبحيث إني أوصل التوقف الكامل. هذا النظام أول ما تستعمله ممكن يكون صعب على المبتدئين، ولكن بعد أيام من استخدامه راح يكون سهل كثير إنك أنت تستخدم السيارة بدون ما إنك تستعمل دواسة المكابح. يعني أنا خلال اليوم يمكن استخدمت دواسة المكابح مرتين فقط، والمرات الباقية أو المتبقية هي بكون مضطر إني أستخدمها مشان أحول نسبة الحركة للأمام أو الخلف فقط عن تشغيل السيارة لأول مرة. طيب نحكي عن راحة القيادة في هاي السيارة. الطريق اللي أمامنا زي ما أنتم شايفين هو طريق معبد لطيف، ما في حفر ولكن في نتوءات بسيطة، ومع ذلك بحس بنتوءات الطريق بداخل السيارة، حتى يمكن الصوت شوي مسموع. هاي السيارة العالية الأداء توب رينج في البولستار 2، في تشكيلة البولستار 2 تستخدم مخامد رياضية من أولينز قابلة للتعديل فعليا، قابلة للتعديل ولكن مش بضغطة زر، قابلة للتعديل يدويا، يعني بدك تشتغل شوي لبين ما تعدلها، صعب تعديلها مش كتير سهل ولكن قابلة للتعديل. ولكن بالمجمل البولستار 2 سواء انت مختار النسخة عالية الأداء أو النسخ الأخرى المتوفرة هي سيارة التعليق تبعها قاسي إجمالا، لأنه زي ما حكينا سيارة موجهة لأن تكون بطابع رياضي. أنا برأيي أنها موجهة للشباب أكثر من العائلات، وبالتالي أنت بتحس أنه طريق يعني نوعا ما بتفضل أنه تكون السيارة ثابتة في المنعطفات وما بتتمايل. الإشي اللي استغربناه هو أنه مع أنه نظام التعليق يعني رياضي، إلا أنه دواسة التسارع مش رياضية تماما. هلأ أنت ممكن تتحكم بقساوة المقود والاستجابة نظام الكبح بالتوليد المعاكس، ولكن دواسة الوقود ما فيها نمط رياضي، السيارة ما فيها سبورت مود، ما فيها مودز أصلا، يعني هي مجرد أنه هذا النظام وانت ماشي معاك قديش بتدخل على دواسة الوقود بتتسارع معاك السيارة. الطريقة اللي قدامنا زي ما انتم شايفين معبدة ولطيفة، ومع ذلك في اهتزازات واصلة حتى الكاميرا، ما بنقدر نتجاوز هذا الموضوع. نحن بنذكركم انه نحن بنصور في العاصمة الاسترالية كامبرا، والشوارع بالمجمل معبدة بشكل جيد. طيب بالنسبة للاستهلاك، احنا حاليا انهينا التجربة القيادة بعد حوالي 1442 كيلومتر. معدل السرعة كان عندنا 55 كيلومتر بالساعة، وذلك على طرقات سريعة وفي المدينة أيضا. معدل الاستهلاك كان عندنا 20.3 كيلو وات
ساعي لكل 100 كيلومتر. هذا المعدل مش منخفض تماما ولكن جيد بالمجمل. نحن حاليا زي ما حكينا وصلنا لنهاية تجربتنا للبولستر 2، وفي عنا سيارات مختلفة. احكوا لنا عن السيارة اللي بتحبوا نجربها المرة القادمة إن شاء الله. طيب النتيجة ايش في عنا؟ هاي سيارة البولستر، لا تحكي عنها بولستر، هاي البولستر، بولستر 2. برأيي قد تكون أفضل من تسلا موديل 3. ليش أفضل؟ لأنه هي بشكل أو بآخر بتعطيك إحساس أنك أنت راكب سيارة عادية، في عندك مقصورة عادية أمامك، في فتحات تهوية. التسلا موديل 3 ومع تفوقها في عدة نواحي إلا أنها ما بتعطيك هذا الإحساس بأنك أنت راكب سيارة ممكن تقعد جواتها كل يوم. أنا ركبت في التسلا موديل 3 وخلال دقائق ما حسيت أنه عيني ارتاحت لوحدة من التفاصيل. عندك شاشة واحدة كبيرة، بينما هنا في عندك فتحات تكييف ممكن تتحكم فيهم يدويا، الجودة تبعهم عالية، في عندك تفاصيل مختلفة، في عندك مقاعد أمان باللون الأصفر، هذا إشي قد يسعد البعض. هاي السيارة مناسبة جدا للأشخاص والشباب يلي بدهم سيارة كهربائية بالكامل. صحيح إنها رياضية ولكن ما بنقدر نحكي عنها إنه هي سيارة مزعجة للقيادة بشكل يومي. في عندك متسع في الخلف، في عندك إمكانية إنك أنت تركب معاك ناس. ولكن إذا أنت شخص عنده عائلة وبده سيارة عادية عائلية وكهربائية، فيمكن تكون في خيارات أخرى متوفرة بالسوق زي الهايونداي أيونيك 5. طلعوا معنا على الفيديوهات القادمة وشوفوا فيديو الأيونيك 5 في الحلقات السابقة، ونشوفكم بعد أسبوعين. مع السلامة.